الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، دكتور إبراهيم إلياس المحامي، مقرر لجنة الشؤون السياسية بالنقابة العامة للمحامين. بالنسبة لسعادتك للقضية بتاعت حسني مبارك وحبيب العدل، اللجنة إيه اللي أعدتها ليه؟ والله يعني هو طبعا في مجهود كبير جدا من المحامين، خصوصا بعد الجلسة الأولى للمحاكمة، وما قيل ان كان في ضعف لمن يمثلون المدعي بالحق المدني، فاكثر من اجتماع كان النهارده. كان في الزملاء المحامين في كل اللجان، والمحامين حتى اللي مش تابع لجان ما متواجدين في لجنه الشؤون السياسيه، واحنا في كلمتنا حيينا كل الزملاء المحامين اللي كانوا متواجدين، وعلى خلاف ما كان يقال ان كان المستوى هزيل والمستوى ضعيف، وانما نريد بس تعضيد وتقوية لدورهم القانوني امام الهيئة المقرة في الجلسة القادمة. واقترحنا ان يكون هناك استبيان، كل محامي يكتب رأيه مين اللي يقدر يرشحه او سواء يرشح نفسه اذا ما استأنس في نفس القوة على ان هو يخوض غمار هذه المواجهة. وقلت ان هذا اليوم هو من ايام المحاماة، ان ايام جلسة محاكمة الرئيس السابق والوزراء والمساعدين هي يوم من ايام المحاماة، واجب علينا ان نبذل فيها كل غالي وكل رخيص، ونحن في مفترق الطرق. الامر ليس خاص بذات او اشخاص معينين، وانما الامر خاص بمهنة عظيمة ينظر الينا ليس المجتمع فحسب، وانما ينظر الينا العالم بأسره، وكما ينظر إلى القضاء الجالس وإلى شموخه ينظر أيضا إلى المحاماة وإلى روب المحاماة الأسود، وكيف يجيد المحامي عن المتهم، والمحامي عن المدعي بالحق المدني دوره أقل. لا ينظر هذه النظرة، لأن من يمثل الشهداء هم في موقف أقل وفي موضع أقل من أي طرف آخر، بل هم أصحاب الحق، والحق أقوى، والحق حق أن يتبع. فواجب على أن من يمثل الحق ومن يمثل الحقيقة أن يكون أقوى من كل شيء، لأنه في النهاية يتصل بحبل الله المتين، والحق هو اسم من أسماء المولى عز وجل. فهناك نصرة للمحامين المدعين بالحق المدني، نصرة سابقة التجهيز، لأنهم يمثلون الحق. هل الأفضل اللي يتم انتخاب نخبة من المحامين الكبار الممكنين لكي يتولوا هذه القضية؟ والله الحقيقة أنا لي رأي آخر. هو لو يعني أطرقنا الأمر وأسندنا الأمر إن إحنا ننتخب بعضنا البعض، فأمر مستحيل، لأن المحامون يعني لن يجمعوا إطلاقا على بعضهم البعض، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وإنما أرى إن أصحاب القضية الأصلية اللي هم الشهداء أو أسر الشهداء هم الذين يجتمعون، ونهيئ لهم المكان، ثم نعطي لهم أسماء من المحامين، ويكتب قدام اسم الرجل ده متخصص في جرائم القتل، اسم الرجل ده متخصص في المرافعة الجنائية المشهود له بيها، ثم أهالي الشهداء أنفسهم يختارون ممكن كليان معينة تساعد في هذا الاختيار، دون أن يكون لنا يعني غرض معين لكي نظهر فيه. يعني لجنة الشؤون السياسية مع لجنة الحريات، مع لجنة حقوق الإنسان، مع لجنة الشريعة، مع يعني أي ائتلاف يجي يجلس مع أسر الشهداء ويحظر علينا أن نرشح أنفسنا من يجلس. كان من الواضح في الجلسة الأولى أن الأستاذ فريد الديب مرتب أوراقه جيدا، مع العكس الطرف الآخر ظهر بعدم الترتيب الأوراق اطلاقا. استاذ فريد ديب ما تكلمش، ده طلبات كاتبها، والمحامون بالمدعي الحق المدني بعضهم تحدث، بعضهم ألحن في اللغه العربيه، وطبعا لازم يراجع لكن لا 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 لا، هو في تحامل على المدعي الحق المدني من جانب بعض المحامين الذين وجدوا ان هناك فرصه نادرا لكي يظهروا، بعض المحامين اللي هم في احزاب، وبعض المحامين نواب احزاب مش عايز اسمي بالاسماء، يعني راح ضربوا في المحامي بالحق المدني حتى لو يقالوا له تعالى انت مثل المحامي بالمدعي الحق المدني. هيتم تلاشي ما حدث في الجلسه الاولى؟ لا اعتقد، ستظل الازمه قائمه،
وقد يكون هناك اتجاه من المحكمه ان هي يعني تغلق الباب امام الزخم الكبير من المحامين اللي هم يهبوا بعد ما ظهر البعض منهم في التلفزيونات، فكل واحد عايز يعني يظهر نفسه امام اسرته وامام المجتمع، لان المحامي يقوم دوره على التسويق، لا تنسى هذا الامر، فكل واحد نفسه يكون موجود ويقال اسمه عنده اسمه، ولان دي بتديله شو اعلامي، وده مش عيب برضه كل واحد يسوق نفسه، بس احنا برضه فيهمنا المصلحه العامه، يهمنا ليس ان انا ابحث عن ذاتي، وانما يهمني ابحث عن وجاهد مهنتي، ابحث عن ان انا اكون اللي يترافع، يعني ممكن نعمل له تيست واحد يترافع او له تاريخ يترافع ما يكونش يلحن في اللغه العربيه. تفرقه المحامين هل يكون في صالح المتهمين حسن مبارك وعلي؟ اطلاقا اطلاقا، المدعي الحق المدني ليس له دور في القانون الا ان يتحدث في دعواه المدنيه، وانما الدور الكبير على النيابه العامه، لان هي لها سلطتي التحقيق والاتهام، والنيابه العامه اراها قد جهزت نفسها وفيها جروب. احنا لو ناخد بس حتى يعني نقتدي بزملائنا اللي هم نفس شركائنا في العمل القضائي اللي هم في النيابه، كان المستشار المحامي العام الاول مصطفى سليمان ومعاه اكتر من 5-6 من رؤساء النيابه الكليه متواجدين معه، كلهم صامتون وهو اللي يزي يتحدث، وانما متواجدون. احنا برضه لازم ناخذ العظم، ممكن يبقى اكتر من 30 محامي مدعي الحق المدني ويمثل عنه واحد او اثنان فقط للحديث عن هذه القضيه، يعني وجودك وهتيجي على الكاميرا نوصل الراجل بتاع الكاميرا يجيب وش كل ال20، لكن الامر عندنا ان احنا بناخذ زي ما كان في الجاهليه الاولى، واحيانا على بكر اخينا ان لم نجد الا اخانا، يعني المحامون هم يقاتلون انفسهم الان. هل حضرتك ستكون حاضر في الجلسة القادمة؟ أحضر في حالة واحدة، إذا دعيت من أي ائتلاف إن أنا أمثل، لا يمكن أنا جنائي، يمكن يعني أدير أكثر من 22 سنة محامي جنائي، ولو أهالي الشهداء اختاروني في هذه اللحظة أجيب، لكن أنا لن أندلف من تلقاء نفسي لكي أمثل نفسي، أنا محامي أشتغل بالوكالة. اللي يجيبني انا اهلا وسهلا، واقدر سواء اجي مجانا او اجي بفلوس، ده دوري، لكن انا ما اجيش من تلقاء نفسي عشان اظهر في الكاميرا. فعرضت علينا يوم الجلسه ان احنا نيجي في قناه زي اوربت والجزيره، بس انا كنت مسافر الى الصعيد، لان احنا لنا طقوس في رمضان ان احنا لازم يكون في قران وتوزيع ونفتح الديوان، ودي يعني طقوس ورثناها عن اجدادنا لا نفرط فيها بملايين الجنيهات، خصوصا في اول رمضان واخر الشهر الكريم. لكن لو دعيت لاجبت، اقول زي سيدنا الحبيب ما قال لو كنت مكان اخي يوسف لاجبت، سلام اذا ما دعي ان هو يخرج من السجن، فانا لو دعيت ايضا اقتداء بالحبيب في مقال، لو دعيت ممن له صفه من اهالي الشهداء وحرروا لي توكيل، او من نقابه المحامين، او من لجنه، او اي مشاركه لها صفه، سوف اجيب على الفور حسبه لله عز وجل، واجلالا لمهنه المحاماه التي لها فضل كبير علينا جدا، وليس حبا للظهور. شكرا دكتور، كل سنة طيب. كل سنة طيب يا حبيبي.